مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. شارك مرسال مجموعة من الاستوريات على انستغرام حمس فيها المتابعين لمفاجأة جديدة وعلق بما معناه قريبا. هذا كان برومو أغنية أحمد النشيط الجديدة اللي راح تصدر قريبا، واللي حتكون مع مغني الهيب هوب البحريني فليبر ودي جي أوتلو، حيث كشف لنا أحمد النشيط عن تفاصيل أكثر بتسجيل صوتي راح نشاركه معكم عبر صفحتنا على فيسبوك بتقرير خاص. فراح تضم هذه الصفحة على فيسبوك مجموعة من التقارير نعالج فيها مواضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا ولقاءات خاصة مع اليوتيوبرز. فهذا كان تقريرنا السابق، رابط الصفحة تحت بصندوق الوصف وبأول تعليق. من بعد المشكلة اللي صارت بين ماريانا وياسو وتدخل ريدر واللي حكينا عنها بالفيديو السابق، سعد جواني بيستوري على انستغرام وجاب سيرة الموضوع وهاجم ماريانا. الله بدي كمان لحظة شوي، شفت سبب خلافي مع رفيتي؟ شلت عني الفولو، حاطة سؤال رفيتي آخر شيء. أوكي نحن يوتيوبر بنتابع بعضنا، أنا ما بينكم واو أنا ما بتابع فلان لأنه على الآن معه أو بتكبر، لا نحن يوتيوبر بنتابع بعضنا، بس الكلبنة بالمشاهدات مو لهالدرجة يا جماعة، مو لهالدرجة. وكان علقت مع الناس، طلعت إثباتات وسويت وعملت وأنا أول من يعلق، بس أي أوكي جواني علق ولازم كلنا نعلق. بس أنا لما علقت حكيت سبب مقنع بمشكلتي مع الشخص اللي قدامي، أنتوا شو هالكلبنة هاي؟ والصداق عامل لي مقلب الكلسون. يا الله. أما نارين بيوتي ومو فلوكس، وبعد أيام من عدم متابعة بعض على انستغرام أخيرا رجعوا الفولو لبعض، فهل هذا يعني أن الخلاف بينهم قد انتهى؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.